معانا دلوقتي عبر الهاتف مراسلنا مراسل قناة النادي الأهلي كريم أحمد من استاد مختار التتش اللي طبعا بتقام عليه دلوقتي المباراة الودية. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك شيما، مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل مشاهدينا. عايز اعرف منك احنا في الدقيقة كام دلوقتي من لقاء النادي الأهلي والمصرية للاتصالات والنتيجة اكيد. احنا يمكن دلوقتي الشوط الثاني للدقيقة 11 الأهلي والمصرية للاتصالات في اخر الاستعدادات طبعا بالنسبة لمباراة وفاق الصيف اللي بنتمنى ان شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة. النتيجة حتى هذه اللحظة 3-0 احرز الاهداف، الهدف الأول وليد سليمان، الهدف الثاني اسلام محارب، والهدف الثالث عمرو السولية. بدا النادي الاهلي بتشكيل مكون من علي لطفي واحمد فتحي وسعد سمير ومحمد عبد المنعم وصبري رحيل، حسام عاشور، عمرو السولية، احمد حمودي، اسلام محارب، ووليد سليمان، وصلاح محسن. حتى هذه اللحظه يمكن ما فيش تغييرات بالنسبه للشوط الثاني. الشوط الثاني يمكن بدا بنفس التشكيل. في هذه اللحظات كمان يمكن في كره خطره جدا للنادي الاهلي كادت ان تصبر عن هدف، في ضغط كبير جدا للنادي الاهلي، في تركيز يمكن بشكل عام من مستر باتريس كارتيرون لهذه المباراه. هي اخر الاستعدادات، كل اللعيبه ان شاء الله هتشارك. انا شايف كمان على الخطوط دلوقتي في خلال 5 دقائق هيتم تغيير الفريق بالكامل، في يمكن اكثر من 11 فرد متواجدين بره خطوط هذه ملعب مختار التتش. يمكن الفريق المصري للاتصالات عنده حديه جديه شويه بالنسبه للدخول، ويمكن حذر عليها مستر باتريس بالنسبه لعيبه النادي الاهلي على الدخول بشكل قوي جدا على اللعيبه. يمكن اصابات كثيره جدا عند النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، لكن المباراه يمكن ماشيه بشكل مميز. النادي الاهلي ان شاء الله يعني يستفيد من هذه التجربه بكل الامور الفنيه الخاصه للمباراه، واكيد هيكون متابعين معاك يا شيما على مدار الحلقه. اكيد هنرجع لك مره ثانيه اكيد يا كريم كمان نص ساعه، بس انا عايز اسالك الناس الموجودين الجمهور او المشاهدين، طبعا ده مقتصر على اعضاء النادي الاهلي؟ ويمكن طبعا هو مانعين طبعا اي حد يكون متواجد في المدرجات، لكن كل اعضاء النادي الاهلي اللي متواجده يعني حوالين الاستاد. بالظبط، هي اللي متواجده خلف طبعا الملعب بيتابعوا طبعا المباراه، لكن ما فيش جمهور يمكن متواجد في هذه المباراه، بيتفق فقط على اعضاء النادي الاهلي. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من استاد مختار التتش في مقر النادي الاهلي في الجزيره من مباراه الاهلي والمصريه للاتصالات الوديه المقامه حاليا. احنا دلوقتي في الدقيقه يمكن ال 13 من عمر النتيجه لسه 3-0.